الآن إلى جولة في أهم وأبرز ما جاء في أروقة الصحف العالمية وكذلك الإسرائيلية حول تطورات العدوان أو الحرب على قطاع غزة. البداية معكم من صحيفة وول ستريت جورنال والتي نشرت تقريرا تحت عنوان حماس تراهن على شهر رمضان لوقف العدوان الإسرائيلي. في متن ما ورد في هذه الصحيفة قالت إن زعماء حركة حماس يراهنون على أن شهر رمضان يمكن أن يقلب زخم الحرب في غزة لصالحهم، ويكثفون من الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل لوقف هجماتها. يرى بعض المحللين السياسيين بطبيعة الحال أن يحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة يتوقع أن تحدث أعمال عنف بالقرب من المواقع الدينية في القدس، وذلك خلال شهر رمضان، ما يوسع دائرة الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، بالتالي دخول إيران وحزب الله بشكل أعمق إلى الحرب ضد إسرائيل. وفقا لما ورد في هذه الصحيفة، حذرت إسرائيل من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف المعارك مع حلول رمضان، فإن جيشها سوف يمضي قدما في خطته لشن هجوم بري مرتقب على مدينة رفح الحدودية. أما صحيفة الواشنطن بوست فنشرت تقريرا يحمل عنوان في المسجد الأقصى المبارك في القدس شهر رمضان يجلب حالة من عدم اليقين أو الخوف. سلطت الصحيفة الأضواء على حالة التوتر في القدس تحديدا في الأقصى المبارك مع اقتراب شهر رمضان، قائلة إن ساحات الأقصى تعج بالاستعدادات وسط حالة من عدم اليقين. قالت الصحيفة في متن الخبر إنه حتى في السنوات الأكثر هدوءا يعد الأقصى بمثابة برميل بارود خلال شهر رمضان، يأتي مئات الآلاف من الفلسطينيين للتعبد فيه، رغم أن الأردن يتولى إدارته، إلا أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تتحكم في من يمكنه الوصول إليها. ذكرت الصحيفة أنه في أعقاب عملية 7 أكتوبر وما يتبعها من حرب مدمرة حتى اللحظة على غزة ازدادت التوترات، وسعى المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية إلى تقليل عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالصلاة في الأقصى، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في انتشار العنف. ينضم إلينا للتحليل على أروقة الصحافة ضيفي من رام الله السيد محمد هواش الكاتب والمحلل السياسي. أهلين يا سيد محمد، وأولا كل سنة وحضرتك طيب، رمضان كريم. سيدي الشهر الفضيل كيف يعبر على أهلنا في غزة؟ البداية موفقة؟ المواد الأساسية من الطعام والشراب متوفرة؟ العدوان إلى أي درجة تراه مستمرا على سكان القطاع يا سيد محمد؟ تفضل. تحية لك يا أستاذ محمد وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أعتقد بأن قطاع غزة يعني بالنسبة لرمضان هذا اليوم هو الشهر الخامس للصيام في قطاع غزة، وليس اليوم الأول. هناك حالة من المجاعة ويعني الوضع المأساوي فيما يتعلق بالغذاء والشراب في معظم مناطق قطاع غزة ومدن وقرى ومخيمات قطاع غزة المدمرة التي تم إجلاء معظم سكانها منها، وتم تدمير أكثر من 70% من مساكن قطاع غزة. في هذا الوضع يعني من الصعب جدا الحديث عن رمضان في غزة، الحديث عن مأساة هو الأدق، الحديث عن يعني كوارث هو الأدق بكثير، وبالتالي يجب يعني التعامل مع هذا الموضوع بطريقة نسبيا مختلفة، ويعني تعالج القضايا والاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة والمواطنين الفلسطينيين هناك، بعيدا عن يعني المناسبات، لأن المناسبات هذه تبقى يعني لها طابع روحي ولها طابع إنساني ولها طابع عميق في النفس والروح العربية الإسلامية. طيب سيدي، وول ستريت جورنال ذكرت أن السيد يحيى السنوار يتحدث أو يلوح بورقة أعمال عنف ربما تدور في
القدس الشريف. إلى أي درجة تستشعر أن هناك فوران غليان في الضفة الغربية المحتلة، وربما مع بداية الشهر الفضيل نرى انتفاضة يا سيد محمد، انتفاضة شديدة صراحة خاصة من المقدسيين، وربما يتزامن الأمر معه درجة ما من الهدوء في غزة؟ يعني لا أعلم إن كنت تتفق مع هذا الطرح أو لا. تفضل يا سيد. لا، أنا لا أتفق مع هذا الطرح ولا مع يعني ما قدرته الصحيفة. هذه الصحيفة تقديراتها يعني ليست في محلها، لأن العنف في القدس هو بفعل أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تحاول السيطرة على الحيز العام في مدينة القدس، لأن الحيز العام في مدينة القدس وتحديدا في القدس الشرقية على الأقل هو فلسطيني عربي إسلامي وليس يهودي. إسرائيل تحاول إعطاء الانطباع بأن القدس مدينة يهودية وبأن وحدتها والسيطرة عليها والسيادة فيها لليهود فقط، وبأن يعني ما يشاهده العالم من تدفق إسلامي في شهر رمضان يعطي الانطباع الصحيح عن هذه المدينة. هذه المدينة محتلة، وهذه المدينة غالبيتها مسلمين، وأيضا غالبية المسلمين في فلسطين إن كان المحتل عام 1948 أو في فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، هؤلاء يعتبرون يعني القدس هي المكان الروحي لهم، وارتباطهم ليس عاطفيا فقط بل هو يعني ارتباط مادي وعلاقات، ويتجهون إلى القدس باعتبارها ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين، وبالتالي لهم ارتباط روحي. إسرائيل تحاول إبعاد الفلسطينيين عن هذا المجال وعن هذا الحيز، وتحاول يعني منذ سنوات، يعني منذ أكثر من 10 سنوات وهي تحاول السيطرة على القدس الشرقية، وتحاول خلق أغلبية يهودية في هذه المدينة من خلال الاستيطان وجمعيات الاستيطان المختلفة والمدعومة من الحكومة الإسرائيلية، ومدعومة أيضا من منظمات الاستيطان، ومدعومة أيضا من ممولين أمريكان، يهود أمريكان يمولون عمليات الاستيطان للاستيلاء كما قلت على الحيز العام العربي الإسلامي للمدينة. وبالتالي يعني الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي توفر الدعم والحماية لتجمعات ومجموعات ومنظمات الاستيطان هي التي تستفز المسلمين في هذه المدينة، وهي صح التي تفتعل صح المشكلات في المدينة. إذا طيب يعني هذا خيط رفيع لكنه مهم سيدي، يعني دعني أتلمسه معك الآن وأذهب بك سيد محمد إلى ما ورد في الواشنطن بوست. ورد عنوان أنا لم أفهمه كثيرا صراحة: في الأقصى في القدس شهر رمضان يجلب حالة من عدم اليقين والخوف. أنا لم أفهم ما معنى هذه الكلمات صراحة، لكن سأتساءل معك الآن على الهواء يا سيد محمد عن القيود الإسرائيلية. وحدثني هنا عن بن غفير، وحدثني عن بيتسلائيل سموتريتش، وحدثني عن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. هل يجن الجنود الإسرائيليين في زيادة القبض أو القيود على المصلين في الأقصى، بالتالي تزداد مع هذه القيود الغضب الجماهيرية وبالتالي تنفجر الأمور؟ تفضل. فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية حكومة يمينية متطرفة، وأكثر شخص متطرف في هذه الحكومة هو رئيسها وليس الصغار الذين يلعبون في ملعب بنيامين نتنياهو ويلعبون في أفكار بنيامين نتنياهو، ويعتقد البعض بأنهم يشكلون يعني قيودا على رئيس الحكومة. رئيس الحكومة هو الذي يوجه نشاط هؤلاء، وهو الذي يعني وحدهم وجلبهم إلى الحكومة وجلبهم إلى ائتلاف حكومي، وهو الذي يتذرع بعدم تقديم أي تنازلات فيما يتعلق بالحياة العامة في إسرائيل، وفيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين والعلاقة مع المجتمع الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية. يتذرع بهؤلاء المتطرفين الذين لديهم خطة واضحة ومعروفة، ومنذ عدة سنوات اقترحها بسلائيل سموتريتش قضية أو خطة الحسم مع الفلسطينيين. وهذه الخطة تستند إلى مفاهيم توراتية ومفاهيم مشيحانية تقول بأن يهوشع بن نون عندما دخل أريحة يعني اقترح على السكان 3 اقتراحات: أن يبقوا يعني مسالمين،
أو أن يهاجروا أو أن يعني يقاتلوا، وكل من يرفض يعني سيقتله الجيش يعني أو الهجوم المركز في هذه المدينة، وبالتالي يعني يستوحوا من خراريف يعني التوراتية والتلمودية قضايا تتعلق بتاريخ كله غير صحيح وكله يعني غير حقيقي. أنا قرأت يعني ترجمات هذه الخطة سيد محمد، وهي تدعى بخطة الحسم كما تفضلت حضرتك بالذكر، هي كانت في مجلة شيلوح، والكتابات هذه من بتسلائيل سموتريتش كانت في عام 2017، يعني كانت الذاكرة السديدة. على أي حال سأعود إليك سيد محمد، أرجو منك البقاء معي على الشاشة، وأعود معكم إلى أروقة الأخبار المتعلقة بالصحف العالمية والإسرائيلية. جاءت افتتاحية صحيفة هآرتس اليوم تحت عنوان لا لخليج غوانتانامو الإسرائيلي. ذكرت هذه الصحيفة أن 27 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل من غزة توفوا أثناء عملية الاحتجاز في منشآت عسكرية منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن وكالة الأونروا نشرت تقريرا تضمن روايات لمعتقلين أطلق سراحهم، قالوا فيها إنهم تعرضوا للعنف الجسدي، حرموا من الوصول إلى الأطباء وإلى المحامين. بحسب ما ورد في هذه الصحيفة، يأتي تقرير الأونروا بعد أن كشفت الصحيفة عن أن معتقلين في قاعدة تيمان بقوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين لمدة 24 ساعة، موضحة أنه لا يتم تعريف سكان غزة المحتجزين في إسرائيل قانونا كأسر حرب، لأن قطاع غزة ليس دولة. ترى هذه الصحيفة أنه يجب على وزراء حكومة الحرب أن يوضحوا للجيش الإسرائيلي ولإدارة السجون أن قاعدة تيمان ومنشآت الاعتقالات الأخرى ليست أبدا خليج غوانتانامو، وأن الدولة لديها واجب حماية حقوق المعتقلين حتى لو لم يكونوا مصنفين كأسرى حرب. موقع المونيتور نشر تقريرا تحت عنوان تجميد إسرائيل لتأشيرات عمال الإغاثة يفاقم من مشكلة غزة. الموقع هذا قال إنه إلى جانب عمليات التفتيش المرهقة على الحدود والقصف الإسرائيلي المستمر تواجه الاستجابة الإنسانية في غزة والتي مزقتها تماما الحرب تحديا جليا جديدا يتمثل في تجميد إسرائيل لتأشيرات الدخول للعديد من عمال الإغاثة الدوليين. وأكد الموقع وفقا لثلاثة مسؤولين كبار في المجالات الإنسانية، أكد أن السلطات الإسرائيلية توقفت تماما عن إصدار تأشيرات جديدة أو تجديد التأشيرات القديمة للموظفين الأجانب في المنظمات غير الحكومية الدولية والذي يشغل معظمهم مناصب عليا، بينما لا يعتقد أحد أن منح التأشيرات لعمال الإغاثة الدوليين من شأنه أن يخفف من حجم المعاناة الإنسانية في غزة على الفور. يرى الموقع أن تجميد التأشيرات يعيق العمل القليل أصلا والذي تقدمه منظمات الإغاثة الدولية ويجعله أكثر صعوبة. أعود إلى ضيفي أستاذ محمد هواش الكاتب والمحلل السياسي. سيدي أهلا بك مجددا، ما هي طبيعة غوانتانامو الإسرائيلي؟ يعني هذا المسمى يخيف كثيرين يا أستاذ محمد، إلى أي درجة توحش هذا الإسرائيلي في معاملة المعتقل الفلسطيني أو الأسير؟ تفضل يا سيدي. نعم يعني هناك تشبيه وتشبيه دقيق ورد اليوم في الصحافة الإسرائيلية في صحيفة هآرتس، وورد مقالان يناقشان هذه القضية في هآرتس. أحد المقالات كما تفضلت يعني تحدث عن ظروف الأسرى الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي وهم عمال وليسوا في ساحة الحرب، أسرهم من مواقع عملهم في داخل مناطق 48 وكانوا يعملون بتصاريح رسمية في فروع الاقتصاد الإسرائيلي كعمال لديهم تصاريح رسمية، وتم اعتقالهم مباشرة بعد 7 أكتوبر، وخضعوا لظروف ليست يعني إنسانية وليست قانونية وليست يعني هي أشبه يعني الإجراءات التي يعني تقوم بها عصابات ولا تقوم بها جيوش رسمية نظامية
أو دول رسمية نظامية تقوم بها عصابات إرهاب وعصابات إجرام وعصابات يعني مافيات تقوم بأعمال مشابهة، لأنها تحرم يعني المواطن الفلسطيني الذي تم اعتقاله بغير وجه حق من دون أي شبهات، من دون أي تهم، من دون أي يعني ارتكاب أي يعني جنح أو خطايا أو جرائم، أو على الإطلاق تم اعتقالهم وتم التعامل معهم كإرهابيين أو حتى ليس إرهابيين، تعاملوا معهم كحيوانات بشرية كما قال وزير الدفاع وكما يقول يعني عدد كبير من الوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيسة الإسرائيليين من الأحزاب اليمينية من الليكود وغير الليكود الذين رقصوا في مؤتمر القدس من أجل استعادة احتلال قطاع غزة والاستيطان. هؤلاء هم الوحوش البشرية الذين يتصرفون كوحوش بشرية. لا يخفى على أحد إسرائيل، يعني لا يخفى على أحد وحشية الجانب الإسرائيلي، يعني ليس أمرا جديدا يمكن الحديث عنه في هذه الأوقات. لكن أنا متبقي لي أقل من دقيقتين سيد محمد، أستثمر هذه الدقائق معك الآن فيما ورد من موقع مونيتور. أنا تابعت وحضرتك طبعا عدم وجود تصريح للعمال الفلسطينيين للدخول للعمل، لكن الجملة الجديدة هي مسألة تجميد إسرائيل لتأشيرات عمال الإغاثة، هم عمال دوليون أليس كذلك؟ بالتالي ما هي طبيعة هذا الإجراء وما تأثيره على أهلنا في قطاع غزة سيدي؟ نعم، هناك إسرائيل تشن حرب على المنظمات الإغاثة الدولية، على الأونروا وعلى يعني منظمات أخرى إغاثية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وفي قطاع غزة منذ فترة، وإسرائيل تحاول تصفية هذه المنظمات وعمل هذه المنظمات في الأراضي الفلسطينية استنادا إلى فكرة لدى الإسرائيليين بأن وجود الأونروا هو أحد يعني المرجعيات القانونية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وبما أن إسرائيل تشن حرب على الشعب الفلسطيني ومستقبل الشعب الفلسطيني، تريد أيضا تصفية الأسس القانونية لقضية اللاجئين، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا منذ فترة حولت إسرائيل إدارة منح هؤلاء الحق الإقامة إلى دائرة أخرى وليس إلى يعني دوائر العمل العادية، وبالتالي هؤلاء كانوا يدخلون بصفتهم كدبلوماسيين إلى إسرائيل من دون يعني أي عقبات، من دون أي عراقيل. الآن يدخلونهم في روتين بأنه لا إجابات على طلباتهم للدخول، وبأن وضعت قيودا شديدة على دخول هؤلاء كجزء من معاقبة الفلسطينيين وحرمان الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات الإغاثية، حيث يحتاجها عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. شكراً. ويعني محاولة تصفية قضية اللاجئين، هذا هو الجوهري في الموضوع. أشكرك جزيلا السيد محمد هواش الكاتب والمحلل السياسي، على أمل اللقاء مجددا سيدي.